طبعا انا يعني انا عايز برضو وسام اعلق على الكلام دوت، وزي ما انت قلتي احنا خلينا نحط خط عريض كبير جدا جدا. النادي الاهلي نادي بطولات، بطولات النادي الاهلي داخل على معركه كبيره جدا يوم 6 نوفمبر. كل اللي بيتقال دوت، ويمكن انا كنا بنسجل هنا او كنا موجودين مع حضراتكم في البيت الكبير وخرجت ولقيت دوشه كبيره، واصل اللاعب السابق للنادي الاهلي طلع واتكلم وقال اجنور اجنور يا جماعه، احنا مش فاضيين للهري ده، احنا عندنا حاجات اهم كتير جدا 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 من اللي اتقال امبارح. عندنا بطوله كبيره، عندنا ريكورد عايزين نحققه، عندنا طموحات عايزين نستكملها، عندنا حاجات اهم كتير جدا من اللي اتقالت. مش معنى كده زي ما قالت سهام ان احنا مش هنرد، لا، لكن دايما وخلينا افكركم بالتحديات الكبيره اللي مر بيها النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي على مر يمكن السنه اللي فاتت بشكل خاص. كانت التوقيت امتى نرد، وامتى نرد مش بس بالكلام، لا، ده احنا هنرد بمستندات، وهنرد بورق، وهنرد بوقائع حقيقيه، وهنرد بكلام انا كنت جزء فيه على المستوى الشخصي، وحضرت هذه التفاعلات في انتقال رمضان صبحي من نادي الانجليزي للنادي الاهلي. لكن طبعا زي ما اسهام قالت احنا مش هنرد دلوقتي ومش هنتكلم دلوقتي، لان احنا تاني نادي بطولات، نادي عنده مهمه صعبه ان شاء الله يوم 6 نوفمبر. والتوقيت اللي طلع فيه الكلام والحديث اللي دار توقيت كلنا، انا ضحكت يعني، انا بصراحه ضحكت وقلت هو ده توقيت، يعني التوقيت باين جدا ايه المغزى ليه، والتوقيت واضح جدا، وجماهير النادي الاهلي الواعيه عارفه بالظبط ليه الكلام ده حصل في الوقت ده وليه الكلام ده اتقال. لكن احنا بنتكلم اجنور، احنا كنادي اهلي عندنا تاني بقول نادي بطولات، عندنا بطوله كبيره ان شاء الله مركزين فيها، ان شاء الله ننتهي من المهمه الصعبه يوم 6 نوفمبر، والنادي الاهلي هيرد بالمستندات وهيرد بالادله وهيرد بالحاجات اللي فعلا يعني مش هنقول انها يعني هتكون دليل واضح على بعض الاشاعات وبعض الاقوال الكذب اللي اتقالت. خلينا نقول ان احنا نادي بطولات، عندنا بطوله ان شاء الله يوم 6 نوفمبر ربنا وفقنا فيها، ونخلي يعني لكل حدث يعني حديث، وان شاء الله باذن الله كل جهودنا وكل تفاعلاتنا هنا في البيت الكبير وكل ضيوفنا وكل مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي 6 نوفمبر هو ده اللي هنتكلم عليه، ومش هيخرجونا ابدا يا سهام عن هذا التركيز، ومش هيشتتونا ومش هيطلعونا بره تركيزنا عشان نبدا نتكلم اصل ده قال اصل ده عاد اصل كل الكلام ده اجنور على جنب خالص لغايه ان شاء الله ما يجي ميعاده ونرد بشكل مناسب.